أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته وآل البيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح سيدنا أبي بكر سيدنا سيدنا عمر بن عطام سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولبقت صحابة رسول الأجمعين ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح أبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا والإخوان وإخواتنا والأستاذنا ولمسيحينا ولقربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى روح المرحوم أهل الكبور سبت masing-masing ثم إلى روح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين صلى الله عليه وسلم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صراط مستقيم عزيز العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على
أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مقدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يا
يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وزادهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قالا من رب رحيم سلام قالا من رب رحيم سلام قالا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تنقرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسين مبين وضرب لنا مثلا ونسينا
خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من أبا بيرت Bapak, cepat Bapak RT, jangan letoy. Amin, serina minda. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sana depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مندينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت وابدل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق الذي نحيا وعلينا متعلين وبعصين سعى الله تعالى من الأمين وكرم برحمتنا وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النبي
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين برحمه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر يا الله يا الله Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Allahu Latifum bi'amadi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Allahu Latifum bi'amadi يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على نبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kedua tangan tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala tabaraka qul sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabb alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli
وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال الآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بنا عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم اجعل وصل صبا ما قرأنا وسبحنا وذكرنا ومصلينا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية إلى روح المرحوم أهل القبور. غفر الله لهم ارفع لهم درجات وادعهم الحسنات وكفرهم وسخرهم جنة الفردوس فيها خالدون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسن قربائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وبلاها وفتنتها إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إسلامنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا ولا تسلب بعثنا جميع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يحبك وارزقنا من أخير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك الأقوى والأفيا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت قلبي عن الدين سلام ثبت قلبي عن الدين من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طور أمورنا وسخي أسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وأنصرنا أرزقنا وإلى الخير قريبنا وسر بعيدنا وحدي أويدنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربي هب لنا الصالحين ربي هب لنا الصالحين ربي هب لنا الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعل المتقين إماما واجعل المتقين إماما. اللهم بارك في أولادي ولا تدرهم فيكم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني فعلا صغيرا في أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت عن دين إسلام والإيمان. اللهم لك الحمد ولك المستكبر وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العمي وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها والسلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas bacaan suratul Yasin. Disambung masa baca tahlil, mudah-mudahan pembacaan suratul Yasin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan almarhum almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat rodoh miryadil jannah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezeki yang barokah, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan berjanji atau pembacaan rawi yang akan dipimpin oleh ibu-ibu majelis taklim Uswatun Hasanah. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi warda anni sahabah. Ya Rabbi warda anni sulalah. Ya Rabbi warda anni masyaih. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala. Ya Rabbi salli sallim. Ya Rabbi usami. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kull muslim. Ya Rabbi waghfir kulli mudhnib. Ya Rabbi laqad أرسل
صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الخبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية صلوا عليه مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه صلوا عليه وأسني بحمد موارده سائغة هنية ممتدعا من الشكر الجميل مطايا صلوا عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلوا عليه المتكل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه صلوا عليه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلوا عليه وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه صلوا عليه وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية صلوا عليه نادما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه صيبة الحمد حميدة حصاله الصنية صلوا عليه ابن هاسم واسمه عمرو بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي تم الارتقاء لعليا صلوا عليه
ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد القضاعة القاسية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المخترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريس وإليه تنسب البطون القرسية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى بدنا إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضار ابن نزار ابن معذ ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه السارق وأبا وعدنان بلا ريب عند داوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى وعد به من إقد تعلقت كواكبه الدهرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي في وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد صارت صفا فلن يصيبه
أبي وأمه سرة سرى نور النبوة في أسار غرارهم البهية وبدر بدره في جب لجده عبد المطلب وابنه عبد الله أعتر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى عليه في المدينة المنورة أبوه عبد الله صلى عليه وكان قد اجتاج بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقوى صلى عليه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر القمرية فآن للزمان أن ينزل عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية وأحدها المخلد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا برديا يا حرمتك Ya ka Allah hari nantinya Ya Nabi salam Ya Habib salam alaika Yeah.
محمد في
في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. آمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. اللهم بالغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما. آمين. وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمتي. آمين. وهذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. آمين. وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته. آمين. ويرتجي به من الله رحمته. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم. آمين. وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم. آمين. اجعلنا من خيار أمته. آمين. واسترنا بذيل حرمته. آمين. وحشرنا غدا في زمرته. آمين. واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته. آمين. وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته. آمين. ومثلنا على سنته وجماعته. آمين. اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. وانزلنا معه في قصورها. آمين. فإنه أول من ينزلها. آمين. وارحمنا بيوم يستشفع بالخلائق فترحمها. آمين. اللهم إن قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم. آمين. فافض علينا ببركاته لباس العز والتكريم. آمين. واسكننا بجواره في دار النعيم. آمين. ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. آمين. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى. آمين. وآله أهل الصدق والوفاء. آمين. قل لنا معينا ومسعفا. آمين. وبوئنا من الجنة غرفا. آمين. ورزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. آمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار. آمين. وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. آمين. عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار. آمين. واجمع بيننا وبينه في دار القرار. آمين. وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار. آمين. ورحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا غفار. إلهي تعمم نعم علينا الله الله ووفقنا لشكرك ما بقينا سبحان الله أذقنا برد عفوك والعوافي الله الله وهون كل مطلوب قصدناكم طلبناكم سلام.
فسدناكم طلبناكم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم وجدواكم صحبنا وعدنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم يغشاكم عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم قل خياد مضني فحاسبكم وحاسبكم حاسبكم سعدنا إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادة من عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم فقوموا واسفعوا فينا يا رحمن مولاكم تحت مقعاشنا حظى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادة من الرحمن عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سامعيكو بابات بدلي مؤمن انو ان شريعات Kapi